وفي لقاء خاص مع قناة سكاي نيوز عربية على هامش الكونغرس العالمي للإعلام، اعتبر سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام أن الكونغرس العالمي للإعلام الذي تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للسنة الثانية على التوالي يمثل منصة مهمة لمناقشة واقع ومستقبل صناعة الإعلام إقليميا ودوليا. شفت فيه نهوة يعني يلبي حاجة مهمة على المستوى العالمي لجمع جميع المختصين في مجال الإعلام تحت مظلة واحدة. يعني كنا دائما نشوف مؤتمرات عالمية نطاقها متخصص في نطاقات معينة، مثل ما يتعلق بوكالات الأنباء أو ما يتعلق بالتجهيزات الفنية الإعلامية وما يتعلق يعني صناعة المحتوى، ولكن كونغرس عالمي يجمع جميع المختصين في مجال الإعلام، هذه الحقيقة خطوة رائدة. والسنة هذه في النسخة الثانية الحقيقة نشوف تشكل هوية جميلة لهذا الكونغرس والجمع الغفير اللي من جميع دول العالم، 172 دولة في تحت مظلة واحدة في إمارة أبوظبي. اليوم احنا على يعني في بداية مرحلة جديدة فيما يتعلق بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي موجود من فترة، خصوصا فيما يتعلق باللوغاريتمات أو الخوارزميات اللي متعلقة بترتيب المحتوى وتوافقه مع رغبات المشاهد، ولكن اليوم صار جزء أصيل من إعداد المحتوى وإنتاجه، وهذه هو التغير الحقيقي يمكن اللي نشهده في هذه اللحظة. احنا بالنسبة لنا الأولويات اللي متعلقة كوزارات إعلام وكمنظمين لمجال الإعلام في المنطقة تتحدد تحديدا في التأكد من أن احنا مستعدين لهذا الانتقال وممكنين لشبابنا من خلال توفير البيئة القانونية والاقتصادية لهم أنهم يشاركون بفعالية في صناعة هذا المستقبل، ونتأكد أيضا أن هويتنا وقيمنا تنعكس من خلال هذه التقنيات الجديدة، وأن تسود في هذا المجال الجديد قيم الاعتدال وقيم الاعتزاز بالهوية الوطنية. فلذلك احنا متحمسين لخوض هذه المجال الجديد، ليس فقط على مستوى الذكاء الاصطناعي، ولكن حتى ما يتعلق بالتطبيقات المتعلقة بالميتافيرس، بالواقع المختلط اللي هو الأجمنتد رياليتي أو الواقع الافتراضي اللي هو الفيرتشوال رياليتي. جميع هذه تحديات جديدة، ولكن احنا نتطلع لها بشغف بحماس ان احنا نكون في مقدمة الدول اللي نتفاعل معها بشكل إيجابي ونستغل الفرص اللي فيها ونقلل من الأضرار اللي ممكن ترافق معها، خصوصا فيما يتعلق بالأخبار المضللة أو ما يتعلق بذلك.